لك اه. طب ما انا اعرف ازاي؟ عشان كده الحياه ايه؟ تعامل وسلوك وسمت، مش بس شكل، مش بس. عشان كده بقول لك انت عايزه تبقي محجبه وجميله واموره وحلوه ومال، بس فعل، لسانك، صلاتك، حالك مع ربنا، هو ده اللي يميز المراه المسلمه، ده اللي يميزك عن الاخرين. اللي يميزني كلامي وسمتي وقلبي وحالي مع الله. بنبص نلاقي بنات في عرف الاعراف الموجوده حاليا لمقاييس الجمال، تقول لك مش حلوه، لا انت مش عارفه ايه يا بنت السمر، نص الجمال اقسم بالله ولا تعرفي. ده عندي مودلز دلوقتي واحده على الصوره ولابسه حجاب، يعني صح حجاب فنكوش شويه بس اهو. يلا مين اللي قال الكلام ده؟ واللي في عينك كذا في عين حد تاني، لكن الجمال تفتحي بقى قلبها وتكلمي، دي نوره بقى، دي اللي انا بقول لك عليها، دي نوره. ومش عايزه اقول لك الثانيه يعني، وهناء يعني، دولت من اجمل الناس اللي قابلوني، وكانوا دايما يذكروني بالله سبحانه وتعالى. تبص تلاقي لسانها حلو، قعدتها حلوه، عشرتها حلوه، صحبتها حلوه. ليه؟ مش بس حجاب، مش بس حجاب وسمع. عشان كده كلمه سمكه صحت، الحياء فعل وسلوك. طيب عايزه افتح معاكم بقى، ما بقوش رغايه، واسمع منكم انتوا، هو ايه الافكار او الشبهات او الحاجات اللي بتيجي خلاجات كده في القلب او بتسمعيها من صحباتك على موضوع فرضيه الحجاب؟ حريه شخصيه. حريه شخصيه، طيب تردي عليها بايه؟ انت اللي قلتي اسمك ايه الاول؟ شادن. شادن، شادن، قولي يا جميل، قولي لي، ترد عليها تقولي لي ايه؟ اسمع من شادن الاول وبعدين نسمع منكم. ربنا خلقنا هنا عشان عبادته، وان ده فرض علينا ان احنا لازم يعني في حاجات ينفع نعمل فيها الاراء ونتفكر، وفي امور كده الصلاه حريه شخصيه، زي الصلاه ما هيش حريه شخصيه برضو. طالما قلت لا اله الا الله محمد رسول الله، يبقى انا عندي ايه؟ عندي ده انا ملزمه بما فرض عليا توحيد الالوهيه، يبقى ده فرض. موضوع حريه شخصيه، لا قولي انا مش قادره. بصوا يا بنات، انا عايزه افرق لكم ما بين حاجتين، ما بين نوع من البنات يقولوا ايه، والله انا عايزه اقف اكلمكم وتبقى الدنيا حلوه، ايه رايك يا مها؟ مها فين؟ مها بره دلوقتي. مها طلعت بره. طب ما تيجي مها، لو اقول لكم إيه، انا دلوقتي مثلا يعني انا حره في الامر ده، وانا اعمل فيه حريتي وكمل حريتي وكمل فكري، وواحدة تانية تقول لك لا أنا التزم بما قال الله سبحانه وتعالى. عايزاكم بس تقارنوني ما بين حاجتين اتنين. اللي بتقول أنا عندي حرية شخصية. في نوعين من البنات، نوع واحدة تقول لك إيه؟ بصي والله يا دكتورة هالة أنا عارفة إنه فرض، وعارفة إن ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى، وعارفة إن أنا طول ما ازددت، وهشرح لكم الكلام يعني إيه أزداد نور، وأزداد تستر وتقوى. خلاص أنت بقيت النور عندي يا جماعة. وأزداد تستر وتقوى. وفي واحده تقول لك انا عارفه والله انه فرض، وعارفه انه كذا، بس انا يعني قلبي لسه مش جايبني ادعي لي. هذه ندعي لها ويرجى ان هي تقطع الطريق ونقعد نتكلموا معاها وكلام. وفي واحده ثانيه لا، اخذته العزه بالايه، عارفه انت اللي جاي متكبره على الامر، هو كده وايه يعني فرض؟ ودام هو فرض ربنا خلق لنا الشعر ليه؟ ما كنا نطلع بقى الشعر ويهفهف، ما نبقى قرع مثلا، ما نبقى مش عارفه ايه، وتفضل تعمل وتجيب كلام ما لا ما لا ما مش متشبك مع بعضه، او هي اقنعت نفسها بيه. دي دي بقى اللي نقعد نتكلم عنها. لكن حريه شخصيه، شادن ردت عليه وقالت فرد من ربنا وجاي في القران، وطالما قلت لا اله الا الله محمد رسول الله، مين عايز يضيف على كلامي؟ ها تقولي لها ان دي ايه في القران وكذا وكذا، مين كمان يضيف؟ لا لا مش انا اصلا، ده انا لا بشوف فما بالك ما بسمعش، اشيل بس الماسك سنه. مش عايز اتحجب يعني، مش عارف حاسه، انا مش سامعه. اللي مش عايز يتحجب يعمل ايه؟ اللي مش عايز يتحجب يخش يسالها ليه؟ بلغت وكبرت وبلغت سن الحجاب، ليه مش عايزه تتحجبي؟ عشان شعرك. هو ممكن نقولها موضوع الحجاب بس بطريقه ظريفه حتى عشان مش تنفع. ممتازة، أيوة كده، أيوة كده، أنا حضرتك ما كده ما سقفش بس أهو يا حبيبي قلبي، تسلمي. يعني الأسلوب اللي أنا بقول بيه، الطريقة اللي أنا بقول بيها، وهو لما أنا وأنا إحنا كلمنا الأمهات الأسبوع اللي فات، المفروض إن الأمهات كلمناها الأسبوع اللي فات، إيه؟ أنت إيه جبت حجايب؟
مقدر وشفاء. طب هروح اجيبه. تمام. لما نيجي نتكلم ونقول الطريقه اللي الام بتبلغ فيها بنتها ازاي تتحجب وازاي تحببها، ما تبقى مناسبه وجايبين الثمرات الحلوه، طرحه الشيك، طالعين الليزر دلوقتي، ليزر مش مشكله، مش عارفه الطقم، الشكل، البراند الكويس ده.